سيد رئيس سيسا، السيد ممثل مفوض السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي، سيد المدير العام لجهاز المخابرات العامة، السيد رئيس إقليم شرق أفريقيا، سادة مدراء الأجهزة، سادة رؤساء الوفود، السادة مدراء المراكز الاستخبارية والبحثية، ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في البدء يطيب لي في هذا اليوم المبارك أن أرحب بكم ترحابا حارا يليق بمقاماتكم السامية في بلدكم السان السودان، ويسعدني أن أسجي عاطر التحايا وأسمع آيات الشكر والتقدير لكم لتلبيتكم لدعوتنا والمشاركة في هذه الورشة الهامة، متمنين لكم ولشعوبنا جميعا دوام الاستقرار والتقدم والازدهار. يتزامن لقاؤنا هذا بكم وبلادنا تستشرف مرحلة جديدة يتطلع فيها شعبنا بشغف إلى توافق وطني شامل تشارك فيه كل القوى السياسية والمجتمعية والشبابية للإسهام في تشكيل حكومة مدنية كاملة تتولى استكمال مسيرة المرحلة الانتقالية والترتيب لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحقق طموحات وتطلعات الشعب السوداني. حضور الكريم، ظل الشعب السوداني وأجهزته الأمنية والاستخباراتية يلعب دورا كبيرا ورائدا في العمل من أجل استقرار وأمن القارة الأفريقية من خلال تصديه لظاهرة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وكافة أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وذلك اعتمادا على جهوده وإمكانياته الذاتية وتعاونه مع الأصدقاء والأشقاء من أجل تحقيق السلم والأمن على المستوى الإفريقي والدولي. ضيوف الكرام، لا شك أنكم تعلمون أن السودان كغيره من الدول يواجه ظاهرة التطرف العنيف والإرهاب، ويبذل جهودا كبيرة في مكافحة هذه الظواهر عبر الوسائل المختلفة، منها الأجهزة الأمنية وإصدار التشريعات والقوانين الخاصة والمصادقة على العديد من الاتفاقيات الإقليمية والدولية والثنائية، وإنشاء العديد من الآليات لضبط الحدود مع دول الجوار، كل ذلك للعمل سويا ضمن المنظومة الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف. حضور الكريم، يظل السودان في موقفه الثابت والقاطع في إدانة كافة أشكال التطرف والتطرف العنيف والإرهاب والأنشطة الإجرامية التي تمارسها التنظيمات الإرهابية والمتطرفة، ونجدد هنا التزامنا بمواجهة هذا الإرهاب والتصدي له بكافة الوسائل الممكنة والمتاحة، وخاصة من خلال منهج الحوار الفكري ودعم وتطوير تجربة المعالجة الفكرية التي ابتدرها السودان ويعمل بها وحقق فيها نتائج متقدمة ومثمرة، إضافة إلى العمل الإيجابي وسط المجموعات التي تستهدفها الجماعات الإرهابية وخاصة الشباب لغرض تحييدها. ضيوفنا الأعزاء، إننا على قناعة وثقة وإيمان لا يسايره شك في لجنة أجهزة الأمن والمخابرات الأفريقية سيسا لما لديها من إمكانيات وخبرات تؤهلها للتصدي لظواهر الإرهاب والتطرف والجريمة العابرة والهجرة غير الشرعية والتغلب على كافة التحديات الأمنية في القارة الأفريقية، وذلك عبر التعاون والتنسيق وتعزيز العلاقات وترقيتها بالعمل الجاد والصادق من أجل مكافحة هذه الظواهر. حضور الكريم، ختاما نجدد سعادتنا بوجودكم ونتمنى لكم إقامة طيبة، ونأمل
أن تكل خطاكم في هذه الورشة بالنجاح والتوفيق، ونعلن رعايتنا ورعاية الدولة ودعمنا الكامل للتوصيات التي ستخرج بها الورشة، وسوف نسعى جاهدين على إنفاذها بإذن الله تعالى. أكرر شكري لكم مع أمنياتي لكم بالتوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.